صباح الخير وصباح العافية على كل متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج مورنينج لايف. أكيد حنكون وياكم على مدار ساعة ونص. بهاي الساعة ونص عندنا كثير من المواضيع اللي تلامس الشارع العراقي، فضلا عن ضيوفنا اللي ينورونا داخل الاستوديو. أتمنى لكم بدوري نهار سعيد، يا رب تقضوا بطاقة إيجابية وصحة وسلامة وتحقيق كل الأهداف والطموحات. فلازم إحنا نبلش بداية نهارنا يكون كلها طاقة إيجابية حتى إحنا نقدر اليوم نكفي يومنا بإيجابية، لأن اليوم كل شيء نفكر به بإيجابي راح نقدر نجذب إن الطاقة الإيجابية والأشياء الإيجابية. راح أبلش بداية وياكم مشاهدينا أنه أستعرض أبرز مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، وراح نبلش بالموضوع الرئيسي الأول اللي يتحدث عن طرق حفظ الحق عند الدائن والمديون. أكيد اليوم إحنا كنا دا نشوف إنه المشاكل اللي دا تصير بسبب الديون، وبسبب أكو هواية ناس إنه دا تنسلب حقوقهم لأنهم اليوم ما دا يقدرون إنه يوثقون هذا الشيء. فدائما إحنا معتمدين بحياتنا إذا كنا نداين أخ أو صديق أو شخص مقرب مبلغ من المال، نعتمد على مبدأ إنه إحنا اليوم دا نتعامل بمبدأ الثقة. فلكن دا تصير هواية مشاكل بهذا الموضوع لأسباب هواية. أبرز هاي الأسباب إنه إحنا اليوم مدى نحفظ حقنا بالجانب القانوني، أي إنه إحنا مدى نخلينا فد سند قانوني حتى إحنا اليوم نقدر إنه إحنا نطالب بحقوقنا ونداعي بحقوقنا من الجانب القانوني. أكيد راح ينضم إن ضيفنا همام أنوار محامي حتى إحنا ناخذ هذا الموضوع من الجنب الأكاديمية وأيضا من الجنب القانونية حتى نعرف أكثر إنه شلون نقدر اليوم إحنا نحفظ حقوقنا. أكيد من بعدها ننتقل إلى أبرز أحداث السوشيال ميديا، راح تكون ويا طيبة عامر حتى نتعرف على آخر الأخبار والمستجدات اللي صارت بالسوشيال ميديا خلال 24 ساعة اللي مضت. من بعدها راح ننتقل لموضوعنا الآخر اللي يتحدث عن الهيب هوب. هي رقصة أو فن حديث غربي دخل للعراق، وده نشوف أنه أكو كثير من الشباب اللي بدأوا أن هم يحبون هذا الفن ويقدموه بطريقة رائعة. إحنا اليوم نريد نحكي أكثر عن هذا الفن وليش أغلب الشباب اتجهوا للفنون الغربية، وشنو نظرة المجتمع وما مدى تقبلها أنه إحنا اليوم نقلنا فن غربي لبلد شرقي. أكيد ويانا ضيفنا راح يكون جاك، هو راقص هيب هوب، حتى نحكي أكثر عن بداياته وشلون اختار تحديداً هذا الفن. من بعدها راح ننتقل للموضوع الآخر اللي يتحدث عن أهمية دعم شريحة الشباب لتحقيق التنمية والتطوير. أكيد إحنا اليوم كشباب بصورة عامة إحنا الجيل اللي هو دا يبني المجتمع، الجيل اللي هو اللي دا يقدم، الجيل المعطاء أنا أعتبره، لأنه اليوم إحنا كنا دا نقدم لهذا المجتمع بدون ما ننتظر أي مردود، بدون أي دعم، بدون أي مساندة، لكن احنا اليوم دا نقدم عطائنا مستمر وعطائنا غير منتهي رغم الظروف ورغم العقبات والصعوبات اللي دا نمر بها. احنا من نريد نحكي بهيج مواضيع اكيد لازم نجيب ضيف، ضيفنا هذا لازم يكون هو متخصص بهذا الموضوع حتى ناخذ هذا الموضوع من شتى الجوانب. فاكيد لازم يكون عندنا ضيف معطاء ويكون هو مبدع بمجال ما حتى انه احنا نحكي اكثر بهذا الموضوع. اكيد ينضم لنا عماد محمد مطور برمجيات حتى نحكي اكثر بتفاصيل هذا الموضوع. من بعدها راح نروح لموضوعنا الأخير اللي يتحدث عن المنظمات الشبابية، تجمع شبابي يعمل من أجل جمالية العراق. هذا الموضوع أيضا من المواضيع المهمة، احنا من نشوف عندنا فرق تطوعية أنه هدفها الأول والأخير هي خدمة الصالح العام، وأنه هي تجمل هذا البلد وتطور من البلد وأنه تضيف هواية لهذا البلد. وإحنا شفنا أنه بكل الأزمات اللي مر بها البلد الفرق التطوعية لها دور كان حاضر ومؤثر أيضا، أنه نشوف أنه من صارت جائحة كورونا وغيرها من الأزمات اللي مر بيها البلد، نشوف أنه الشباب رأسا يشكلون فرق تطوعية ويقدرون أنه هم يدعمون هذا البلد بدون أي مقابل وبدون أي دعم جهود ذاتية من الشباب. فإحنا من نريد نحكي بهيج مواضيع أكيد لازم ينضمون إنه شباب حتى أنه إحنا نحكي أكثر بهذا الموضوع. فأكيد راح ينضم إنه الناشط المدني جعفر عطوان. هذه كانت أبرز المواضيع اللي راح ناخذها بحلقتنا لهذا اليوم. خلونا نبلش بموضوعنا الأول اللي هو يتحدث عن المنظمات الشبابية، تجمع شبابي يعمل من أجل جمالية العراق.
احنا من دا نحكي بهيك مواضيع ونسلط الضوء عليها لازم احنا اليوم نبين الجانب المشرق اليوم من شبابنا اللي هم دا يقدمون، اللي هم الشباب المعطائين، الشباب اللي هم بسواعدهم ينبني هذا البلد. لذلك راح ينضم لي جعفر عطوان ناشط مدني. اقول لك يسعد صباحك وحياك الله باستوديو مورنينج لايف، اهلا وسهلا بك، اتمنى لك نهار سعيد. صباح الخير. حياك الله. الله يخليك. بداية ارحب بك، اهلا وسهلا بك، نورتنا. شكرا جزيلا. مية هلا. بالبداية خلي نعرف الناس عن امجد جعفر، العفو، نعرف عن جعفر، تحصيله الدراسي، شلون بلش بهذا المجال اللي هو مجال التطوعي. بداية صباح الخير. صباح النور، اهلا بك. انا جعفر حسن، طالب مرحلة ثانية علوم أدلة جنائية. تقريبا احنا موجودين بالعمل التطوعي من ما يقارب 2017. اشتغلنا بهذا المجال وبلشنا بهذا المجال عن طريق ورش متنوعه، تدريبات مكثفه نوعا ما، نحفز الشباب على التطوير الذاتي، على الاهتمام بالبيئه، يعني نطور من افكارهم تكون صديقه للبيئه اكثر. يعني انتم تخصصكم اليوم بهذا المجال انه بالجانب اللي نشطتوا به اللي هو البيئه. صحيح. شلون تخلون الشاب اليوم وشلون تحفزون الناس بصوره عامه انه هي تهتم بالبيئه؟ قمتوا بحملات تشجير وغيرها باعتبار انه انت اليوم المواضيع اللي هي مصدر اهتمامكم انه هي البيئه، فاكيد اكو حملات تشجير، اكو تشجيع الناس حتى انه هي تشجر او تزرع. فاحكينا عن ابرز هاي الحملات. هي بدايه احنا من بعد انه كانت ورش بسيطه او تدريبات مكثفه. نعم. بدايه حاولنا انه نشتغل على مشروع اكبر يفيد المجتمع اكثر. نعم. انطلقنا بحمله سفراء النظافه، سعيدين كلش بيها، كان مشروع كلش كبير، ضم اغلب محافظات العراق، هي تنظيف ضفاف الانهار. كان بدايه انطلاق التسميه من عندنا من الفريق، يعني ومن بعدها اشتغلنا على حملات تشجير. نعم. انطلقت في كثير من المحافظات، شجرنا في كثير من المحافظات، تعاوننا مع تجمع طلاب الصيدله، حاولنا نشجر وياهم، زرعنا وياهم اكثر، انطلقنا وياهم بذور بدايه، بعدها على شتلات. اشتغلنا في كثير من حملات التشجير. اخيرا صار تعاون مع الامم المتحده. نعم. على تشجير في اغلب محافظات العراق مع الكثير من المنظمات المجتمع المدني. تمام. انتم اليوم الفريق مالكم عددكم ايش قد؟ احنا اعدادنا كلش هواي، احنا البذره الرئيسيه هي من محافظه المثنى، واحنا كلش سعيدين بهاي النقطه. منتشرين في عموم محافظات العراق، بغداد، كربلاء، باصرة. يعني فريقكم ما مقتصر على محافظة معينة؟ لا. كل محافظات العراق انه لكم فريق معين انه هو نفس الهدف ونفس التوجه. زين اليوم انتم عدد كبير، يحتاج لكم مقر اجتماعي، يحتاج لكم على الاقل انه مكان تجتمعون به. انتم تجتمعون بالواقع لو مستغلين او مستثمرين العفو مواقع التواصل الاجتماعي انه انتم اجتماعاتكم، خططكم، اهدافكم تكون عن طريق جروبات؟ هو مبدئيا احنا منظمه المساحه الخضراء المقر الاساسي لها بمحافظه المثنى. يعني عندكم مقر رئيسي؟ عندنا مقر رئيسي. نعم. لان منظمه مسجله بالحكومه. باي سنه تسجلت؟ تقريبا 2019 2020. هي راسا ما بلشت انه هي مسجله لو انه لا بقت عده سنوات بعدين سعيد بدايه لتسجيلها. احنا فريق اسمه. نعم. فريق المحاربين قاده الحياه. نعم. من بعد الشغل والورش والحملات التجير وغيره وغيره وغيره، قررنا انه نعمل على منظمه وسجلنا المنظمه. سجلتوا هالمنظمه. اليوم كل منظمه وكل فريق تطوعي هو محتاج دعم. أكيد. لابد انه اكو دعم حتى انه هو يقدر يبدع ويقدر يكفي بهذا المجال. انتم دعمكم خاص؟ يعني عندكم دعم خاص او انه دعم ذاتي؟ في بعض المشاريع او في بعض المبادرات اللي تنطلق يكون الدعم ذاتي، وبعضها يكون تعاونات ما بين منظمتنا وبقيه المنظمات. يعني التعاون بين المنظمات حصرا، ما يكون انه من خلال انه انا اريد اسوي حمله الفلانيه لازم اني اجمع تبرعات، او انه انا لازم اسوي حمله فلانيه لازم اكو جهه داعمه تكون. ماكو شيء ثابت. يعني تستقبلون كافه الدعم سواء اذا من جهه سياسيه؟ لا، من جهه سياسيه ما تعاملنا بهذا الموضوع. اغلبه يعني خاصه بالبدايه كان الدعم ذاتي. نعم. مبدئيا. نعم. بالوقت الحالي قاعد يصير تعاونات بين منظمات المجتمع المدني. يعني قلت لك انه اخر حمله انطلقت مال التشجير
هي اللي هي عراق أخضر، تعاون بين الأمم المتحدة ومنظمتنا بالشكل الأساسي اللي هي لازمة رأس الموضوع. هو أكو هيك دعم يعني، سوري ولا أقاطعك، أكو دعم يعني مقدم من جهة معينة وأنتوا رافضين له، أنه بالأساس ما أكو دعم؟ بالنسبة لنا إحنا ما نتعامل كشيء سياسي، بس يعني ما متعاملين بهذا الموضوع. يعني انه انتم مهتمين بهذا الجانب انه هو طموحكم؟ احنا طاقات شبابيه نحب نوفرها. زين اكو اعلان انتم قدمتوه بخصوص مخيم الفضاء بالباديه، احكي لنا اكثر عن هذا الاعلان مبدئيا والفكره شلون بلشت. مبدئيا هو هذا الموسم الثاني للمخيم، العام الماضي طلقنا الفضاء من الباديه. نعم. هذا المخيم يكون بالباديه، باديه السماوه. السنة طلقنا بيئتنا من باديتنا، مخيم راح يضم 25 شاب وشابة من مختلف محافظات العراق، راح يكون تخييم لمدة يوم، نسوي عصف ذهني شلون نقدر نطور من البيئة، شلون نقدر نحافظ على البيئة، شلون نكون أفكار جديدة تكون صديقة للبيئة. يعني نقول إنه هي مثل ورشة لكن بطريقة مختلفة. بطريقة مختلفة يكون رصد فلكي بيها، يكون بيها يعني شلون نقول نطور من أفكارنا، نطور من مبادراتنا، راح يكون تشجير في البادية جزء منه. يعني أنت قلت أنه نختار مجموعة من الشباب ومن البنات، يكونوا هم حصريا من داخل الفريق؟ لو أنه لا لا لا، لأنه التقديم مفتوح من أي تقديم شخص مفتوح صيري. وتصير مقابلات بسيطة. محددين أعداد؟ 25 فقط؟ أي. واكو اقبال على هذا المخيم؟ اكيد احنا ما يقارب العام كان نفس العدد لازم للقبول ما يقارب ال 500 مقدم. حلو. زين اليوم احنا كشباب نريد نقدم، مثلا شنو آلية التقديم؟ آلية التقديم هي نشر الاعلان، اكو روابط، عندكم صفحات خاصه بكم على السوشيال ميديا؟ عن منظمه المساحه الخضراء موجوده بكل مواقع التواصل الاجتماعي، نزل الاعلان واكو رابط مال تسجيل مال استماره، يمل الاستمارة ومن بعد تصير مقابلات بسيطة، نشوف اهتمامات الشاب، نشوف طريقة تفكيره وعن طريقة يتم الاختيار. أكو شروط معينة لقبول الشاب اليوم بهذا المخيم؟ يعني شنو أبرز هاي الشروط اللي لازم تكون متوفرة بالشخص حتى إنه هو يتم قبوله بهذا المخيم؟ يعني مبدئياً هو ماكو شروط يعني التزامية بحتة، بس يعني شيء مبسط يكون مهتم بالبيئة، مهتم تفاصيل انه يخلي يعني كتفكير يكون صديق للبيئه اكثر. نعم. اليوم احنا بالعراق نشوف اكو مئات المنظمات اللي هي خاصه بالمجتمع المدني ومجالات مختلفه، انت اليوم تشوف انه زياده هاي المنظمات هي ظاهره ايجابيه ام سلبيه؟ اكيد تكون ظاهره ايجابيه، بس يكون على اساس الشغل اللي هم يشتغلوا. كل منظمه لها شغلها خاص، كل منظمة لها سيستمها خاص. نعم. أكو منظمات تهتم بالبيئة، أكو منظمات تهتم بالتطوير الذاتي، أكو منظمات تهتم بالتكنولوجيا وغيرها. يعني اهتمامات مختلفة. أكيد كل منظمة لها اهتماماتها الخاصة. زين أنت صار لك كم سنة بهذا المجال؟ ما يقارب من 2017. يعني صار لك فترة زينة نقدر نقول أنه أنت بهذا المجال، فأكيد تعرف إيجابيات وسلبيات هذا المجال وواجهت هواية من العقبات. أنت اليوم تشوف كل منظمات المجتمع المدني هي هدفها واحد أنه هي فقط الخدمة، لأنه لا أكو منظمات تسعى أنه هي حتى تحصل مردود مادي؟ شوف هو ماكو مجال خالي من الأشياء السلبية، كل مجال تلقى أشياء زينة وأشياء مو زينة. شنو أبرز السلبيات؟ مثل ما قلتي اكو منظمات تدور مردود مادي، اكو منظمات تدور يعني شلون نوصل الفكره انه تكون موجوده يعني في اغلب المجالات. اكو تعدد، وخاصه يعني المجتمع المدني جاي يزداد الجمهور او الاقبال عليه بهالسنوات. اكو منظمات تريد تسيطر على المكان او تريد تسيطر على الفئه المستهدفه بالشارع، هذا جزء من الأشياء السلبية. الأشياء الإيجابية كلش هو أكو تطوير، أكو تطور بالمنظمات المهتمة بالبيئة، جاي نشوف حملات تشجير كلش هو، جاي نشوف حملات على التصحر، على التغير المناخي وغيره. نعم. أنت ذكرت أنه أكو لا كل مجال أكو إيجابي وأكو سلبي، لكن نقدر نقول الإيجابية هي أكثر من أكثر. السلبية. زين أنتم اليوم كشباب وطاقات شبابي اكيد كل وقتكم هو مخصص للمنظمه باعتبار انه انتم تشتغلون على كل المحافظات، فهذا وقت وهذا جهد،
فاليوم انت كشاب اكيد انت محتاج انه لابد انه تكون نفسك، انه انت تشتغل وتكون نفسك ويكون عندك عمل بمردود مادي. زين اليوم شنو اللي يشجعك انه انت تستمر بعمل ما بمردود مادي؟ شوف هو مبدئيا شنو الدافع اللي هو خلاك انه انت متمسك وباقي الشباب انه انت تشتغلون وكل وقتكم والجهد والطاقه في سبيل عمل تطوعي ما منه اي مردود مادي؟ شوف هو بدايه المجتمع المدني او التطوع بصوره عامه، اذا انت اغلب الشباب اللي دخلت له هي حب للوطن، حب للتغيير، حب للبيئه، حب للمجتمع على مود يغير من واقع الشارع. هذا شيء مبدئي. واجهنا هواي من الصعوبات، من يعني تجينا ايام او فترات نشتغل على مشاريع حتى ما نقدر نرجع للبيت وغيره. هذا كله يرجع على نقطه واحده، انه احنا عندنا حب للمجتمع، حب للبلد على مود نغير شويه من الواقع. نعم، رغم انه اليوم انت كشباب ايضا محتاجين لعمل انه هو يكون بمردود مادي حتى ايضا تدعمون بمجال اللي تحبونه اللي هو العمل التطوعي. اكيد احنا نشتغل على جانب، شوفوا هي كل منظمه خاصه، احنا منظمتنا هو توزيع ادوار. نعم، كل شخص له دوره الخاص، وكل شخص هو عنده شغله الخاص، عنده دوامه الخاص، فيصير تبادل بالادوار. حلو، يعني انتم عندكم عملكم الخاص بالاضافه لهذا وتوازنون بيناتهم. اكيد عندكم زيارات هواي للمدارس الابتدائيه اللي هي تشجيع الطلاب اللي تحديدا اللي هم باعمار صغيره وتغرسون بداخلهم هذا الحب للبيئه. احكي لنا عن ابرز هاي الزيارات وشنو الاهداف اللي كانت من هاي الزياره. شكلنا الكثير من الزيارات بمحافظه المظهر بالخصوص والاقضيه وغيرها من المحافظات. كان الفكره منها انه نغير من خاصه المدارس الابتدائيه، واغلب المدارس تكون قليل بها التشجير، قليل بها طرح هاي المواضيع. قدرنا نغير شويه، قدرنا يعني نزرع باكثر من مدرسه، غيرنا الفكره، نشوف الطلاب الصغار وهم فرحانين بالشجره، هو يجي يزرع وياك، يحفر وياك، ينتظرها تنمو وتكبر، هو يجي يزقيها ثاني يوم، فهاي الروح تولد وتكبر وياه، حتى يعني من يكبر بالمستقبل هو يبدي يزرع. يعني احنا احتمال يعني شلون نقول نهتم بتفصيله ثانيه، هو يهتم بهاي التفصيله، فهذا هو المبدا. يكون هو الجيل المكمل لرسالتكم. اكيد. نعم، اليوم انت بوجهه نظرك شلون تشوف ثقافه الشارع العراقي من ناحيه التشجير؟ عندنا هاي الثقافه منتشره انتشار واسع، لو يراد لنا تثقيف احنا اكثر بهذا الموضوع. مبدئيا هو صراحه الشارع مو كله مهتم. شوف هذا اللي يقطع، هذا اللي يشيلها على مود يخلي له صبه، هذا اللي ما يهتمون بهاي البيئه، رغم ان يعني هي لها دور كلش مهم بالشارع، التصحر، درجات الحراره وغيره، يعني هاي الاشياء كلش مهمه. احنا نحاول ايش مهما بينا نشجر، يجي شخص يقول لك يا معود هي خربانه. فهذا الفكر نحاول جاي نغيره، نحاول انه ان نسوي ورش، نسوي ندوات تثقيفيه يتفهمون شنو دورها، شنو اهميتها بالشارع. نعم، يعني انه اكو حملات توعيه ايضا بخصوص أكيد. هذا الموضوع. زين اليوم انه هي المرحله الاوليه انه هي الزراعه، من بعد الزراعه انه لابد انه انتم تثقفون الناس على انه احنا انجزنا هاي المهمه الباقي عليكم من ناحيه الري، من ناحيه سقي هاي الاشجار. انت تشوف انه انتم من تزرعون الناس بالمقابل راح تهتم بهاي الاشجار؟ هو كل مشروع ينطلق او كل شتلات تنزرع يصير تعاون مع الجهات المختصه بالري او بالاهتمام من بلديات او مديريات المدينه. اكو تعاون؟ اكو تعاون ملحوظ لو انه لا انه عانيتوا لحد ما رحتوا؟ شوفوا مبدئيا لازم يصير معاناه بالبدايه، بس بعدين يصير الموضوع سهل، انه مجرد تبليغ يصير تعاون، بس خاصه باخر مشاريع يعني كلش تعاون ملحوظ وجاي يتغير الوضع ان شاء الله. انتم كفريق على صعيد بغداد او المحافظات، ابرز الصعوبات اللي واجهتوها شنو كانت من بدايه مشواركم لحد هاي اللحظه؟ كبداية كان الناس ما تتقبل هذا الشيء، ما مهتمة بهذا الشيء، أو ما نقول ما واعي على هذا الموضوع. نعم، ما يعني عندها اهتمامات مختلفة. فشوية شوية بدينا نغير من الفكر، بدينا نغير من طريقة التفكير بالبيئة، طريقة يعني التفكير المستقبلي كذلك. نحاول أنه نخلي الشباب خاصة كأساس لهذا الموضوع من خلال تغيير أفكارهم عن طريق الورش أو الندوات المكثفة اللي تصير. نعم، أحيانا من نشوف أنه تنطلق حملة
تشوف اكو شباب هم مو اختصاصهم ولا اهتمامهم، بس تشوفهم يبادرون يتبرعون بشتل، يتبرعون بشيء ما. لاحظتوا انه انتم منطلقون حملاتكم اكو مبادرات شبابيه انه هو يحب انه على الاقل يساعد، او على الاقل انه هو يقدم مبلغ مادي، او على الاقل انه هو يقدم الزرع على الاقل. هي هذا اكو حب بداخلهم. اغلب الشباب يقول لك انا ملتزم بعمل، ملتزم بدوام، ملتزم بوظيفه، بس هو اكو شيء متولد بداخله، اكو حب بداخله، فيساهم بمبلغ او يساهم بعدد شتلات او يتعاون وياك باقل التفاصيل، باقل الامكان. احنا طبعا نشكرك، شكرا، نشكر وجودك ونشكر جهودك ايضا المبذوله حتى انه انت تقدر اليوم تنشر هاي الثقافه اللي هي ثقافه مهمه، احنا نعتبرها اللي هي ثقافه التسجير ونحن نحافظ على البيئه، فاحنا بدورنا نشكرك. شكرا جزيلا، ويا رب من تقدم الى تقدم. شكرا لك، نورتنا، واتمنى لك نهار سعيد. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا طبعا من نشوف احنا عندنا هيك طاقات شبابيه انه هي تسعى حتى انه هي تغير، حتى انه هي تطور، فهي من الاشياء جدا ايجابيه انه اليوم الشاب رغم الظروف الصعبه ورغم المعاناه الا هو انه حبه للبلد انه هو يخلي انه هو الدافع الاساسي حتى انه هو يقدم وينجز اكثر واكثر. راح نروح لموضوعنا اللي هو يتحدث عن الهيب هوب. ايضا شباب اليوم شبابنا مبدعين، الابداع ما الى اي حدود عندهم وطموحهم ما يتوقف، سواء انهم اذا انضموا لفرق تطوعيه او سواء انهم اهتموا بفنون ايضا هي تعكس ثقافه ما. فاحنا شفنا انه عندنا مجموعه من الشباب بدأوا انه ينقلون ثقافه غربيه وبدأوا فنون وغيرها يدخلون ثقافات حلوه وثقافات جديده للبلد. فاليوم احنا عندنا شاب مبدع بالرقص الهيب هوب، ابدع به، الحلو انه هو طور من نفسه هوايه. فاحنا نريد نحكي اليوم اكثر انه هاي النوع من الفنون والرقصات انه اليوم يا ترى المجتمع العراقي شنو نظرته للشاب اللي هو ممتهن هذا الفن او هو هوايته هذا الفن. فاحنا اليوم راح يكون ويانا ضيفنا هو جاك، راقص هيب هوب، حتى نحكي اكثر عن بداياته ونحكي اكثر انه ليش هذا الفن تحديدا. يسعد مساك، حياك الله، اتمنى لك نهار سعيد في مورنينج لايف. اهلا بك. اهلا وسهلا، بدايه ارحب بك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتنا، نورتك، نيتها لك. بدايه عرفنا على نفسك وتحصيلك الدراسي. تمام، انا جاك، عمري 25 سنه. جاك هذا الاسم الفني. ايه. عمري 25 سنة، كمل السادس وأدرس إنجليزي وفرنسي ومرات أغني وأصمم. حلو، بس نبدا عني. حلو، يعني نقدر نقول أنت شامل، عندك هواي مواهب، كل شيء. حلو، هاي من الأشياء الحلوة، إحنا نشوف إنه مركز على كل الجوانب مو جانب واحد فقط. ليش الهيب هوب تحديدا؟ شنو السبب؟ أحسه قريب كلش على الروح. يعني إذا أنت عندك ديبرس أو بين وكذا تقدر ترتجي إليه، تعبرها الطاقة السلبية بي. نعم، احنا اليوم نشوف ببرامج هواي اكو هواي شباب انهم يشاركون حتى انهم ينقلون هذا الفن تحديدا اللي هو الهيب هوب. اليوم احنا مجتمع شرقي تمام، مو كل الاشياء ممكن يتقبلها، فانت حاليا نقلت ثقافة غربية وفن غربي لمجتمع شرقي. ابرز الصعوبات اللي واجهتها ونظرة المجتمع للشاب تحديدا اللي هو مهتم بهذا الفن. والله كصعوبات هو صعوبات، يعني تعرفين بالعراق وهي الثقافه كلش صعبه. نعم، بس تعرفين احنا اللي يريش لازم يتحمل بس اغلبيته يعني عاد احنا قلنا ما نهتم نتقبل كل شيء. بس اكثر شيء اللي واجهناه انه دائما يقولون الرجل ما يصير يرقص. شنو السبب؟ ما اعرف، انهم ماخذين النظره انه الرجل ما يرقص، بس هو صعب انه اي احد يسويها. هو فن باعتباره احنا ما نقدر نحدده بانه هو رقص او لا، هو هذا فن بس ما يعتبرونه فن. زين، شنو انت معلوماتك عن هذا الفن؟ لابد انه احنا اليوم من تكون عندنا هوايه او اهتمام بشغله لازم ان احنا نعرف تاريخها، من اي بلد نشات هاي الرقصه، فلازم نكون عندنا باك جراوند ثقافي احنا حول هذا الموضوع. اعطيش مختصر انه خلي احنا نحكي، عرفني شنو هو الهيب هوب؟ والهيب هوب هو تقريبا بدايته كان غناء، بعدين بلا فارقه تحول، بعدين مسابقات وبطولات، فصار هيب هوب يعني. بعدين هو شجره يعني،
هيب هوب بوب كذا ف يعني هي نشأت من دولة أفريقية. نعم نعم لأن الأفارقة دائما احنا نشوفهم عندهم حب الرقص وغيرها ف نعم. اليوم احنا قلت لك احنا بلد شرقي تمام، وانت ذكرت انه اليوم الرجل بنظرة المجتمع انه احنا ما يصير نشوف رجل يرقص، لان احنا متعودين ان احنا من نصف الرجل نصفه باشياء قوة بالضبط. فاليوم انت كشاب اراء المجتمع قلت انه هي كانت شوية ما متقبلها. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا هي اكثر مكان احنا نشوف بتجريح تنمر وتنمر وتسقيط وغيرها. احكي لنا عن ابرز الصعوبات اللي واجهتها يعني من نقلت هذا الفن للسوشيال ميديا عراقيه. هو اكيد كومنت هو يعني نقول نسبه التعليقات السلبيه 70% والبقيه 30 يعني مرات يعني حتى ما اقراهم يعني كثر الغلط والتنمر والكذا. يعني اكو اشياء ممكن انه هي اثرت بيك صراحه؟ لا ما انت من انت من داخل بموضوع ما تقدر تتراجع بعد، صعب تتراجع بالضبط. انه حبك لهذا الفن يعني هو اللي طغى على السلبيه اللي تشوفها. افضل اموت جبان افضل من ما اموت، افضل اموت على شيء احبه افضل من ما اموت جبان يعني بالضبط. زين خلينا هسه نحكي عن اليوم انه انت عندك حب لهذا الموضوع، بس لابد ان اليوم انا هسه من عندي هوايه اسقل هاي الهوايه بدورات، اسقل هاي الهوايه انه انا اتعلم اشياء جديده اضيف لها. انت اليوم شلون سقلت هاي الموهبه؟ هو انا نقلت يعني شلون نقول انا ما متدرب وما حد دربني نقول حتى وصلت، انا دربت من نفسي. شلون يعني من نفسي؟ فيعني انا اتذكر كان قبل ماكو يوتيوب وكذا تقريبا ب 2010 كذا، فلقيت قرص يعني دي في دي، فشغلت كان يرقصون استيقاب الفيلم القديم وانا عجبت فيهم، بس ماكو كانت دورات اتعلم، كنت دائما اقول بالمرايه شلون اسوي كذا شلون كذا. حلو. جت اول حركه لي يعني، بعدين قلت خلنا اطور الحركه، فطورت الحركه طور، فما شاء الله انا وصلت لهالمستوى. فهي صعبه انه اقول لك انه شلون صقلته، وانا دربت نفسي بنفسي تقريبا. احنا عندنا حاليا دورات او اماكن هي مخصصه لهذا الفن؟ لا. شنو السبب انه ما موجوده عندنا هيك اماكن؟ ماكو دعم. بس انا اشوف انه مثلا اكو هوايه شباب انه مبدعين بهذا الفن، يعني نشوفهم على السوشيال ميديا ببرامج وغيرها نشوفهم مبدعين انهم قدروا انهم يقدمون شيء كلش حلو. يعني معقوله انه ماكو فد مكان انهم يدرب او يهيئ؟ هو يدرب، يقدر يدرب بالشارع بالبيت، بس ماكو نقول مختص بهذا المجال حتى يتدربون به. يدرب بالشارع يقدر يعني. وشلون يعني هسه انا نظرات الناس انا اليوم دا امشي بشارع اشوف شاب دا يرقص هيب هوب، مبدئيا انا جزء اني مطلع، لا انا مطلعه او شايفه او انه عندي حب انه اشوف هذا النوع من الفن، بس غيري مثلا احنا تعرف احنا بمجتمع مختلف الطبقات ومختلف الثقافات، فاكو ثقافه يعني اول كلمه راح تنقال له هات تسوي صح؟ فانه ما تحسه شويه صعبه انه الشاب اليوم يتدرب بالشارع؟ مو هو قلت لك هو حب لهذا المجال يعني يضطر انه يتدرب، لانه يعني يجوز مثلا اكو بهم اغلب الراقصين ما عندهم اماكن واسعه اللي يتدربون بها، يعني غرفته يمكن متر وين يتدرب بها؟ ولازم انه يشوف له مكان واسع حتى يتدرب. صح يعني يضطر يتدرب بالشارع. بالشارع او انه اي مكان مخصص. زين اليوم احنا القاعات الرياضيه دائما نشوف بها كلاس وخاص للرقص وغيرها، يعني مو معقوله انه ماكو فد مكان مخصص لهذا النوع من الفن؟ نهائيا يعني حتى اذا هو مو مخصص، بس احنا يعني شو نقول انه مضاف الى هذا الدرس ما يتقبل، يعني يقول لك شنو بدك تسوي انت اصلا. زين خلي هسه نحكي عن العائله. العائله انا اعتبر انه اليوم هم اذا كانوا مؤمنين بموهبتك فانت راح تبدع بصراحه وما راح تهتم للاراء السلبيه، لانه هي البيئه الاولى والبيئه اللي نشات بها هي بيئه داعمه، فاكيد راح تبدع وتطور من نفسك. شلون كانت العائله؟ والله صراحه كبدايه بمنتهى الصراحه بالبدايه لا اطلع ورا يعني هم متقبلينها بالبدايه، يعني ما متقبلين نهائيا؟ مو ما متقبلين نهائيا، احنا عائلتي هم فنانه، اما والدي مغني واخوي مغني، ف بس كبدايه انه ايش تسوي لك انت ده تسوي ده تسوي بروحك ما هم عائله علي. فنيه يعني اي بس يخافون علي لانهم مجتمع شرقي يعني تعرفين تهديدات وكذا، فخوفا علي قلت لهم صبروا بس هم مؤمنين كانوا مؤمنين اي طبعا اي لكن حرصا عليكم خوفا انه
قلت لهم صبروا هسه خلينا نشوفكم. استمروا طلعت اعلانات وقالوا احنا شبك. حلو. الام اليوم هي انا اعتبر الام هي الداعم الرئيسي، حتى لو العائله كانت انه هي متردده او لا، بس شوف الام دائما ام دائما دائما بينهم وبينك يصبغ لي بالضبط انه امشي انت راح تبدع، انه هذا الدعم اليوم كل شاب يحتاجه. فما دام البيئه الاساسيه اللي هي الاسره انه هي تكون بيئه داعمه، فاكيد الشاب انه راح يطور من نفسه راح يبدع. فانت كانت بيئه نقدر نقول تقريبا، لا والله 90% دعمتني، بس العشر حرصا اعتبره ما اعتبره انه مو دعم بالضبط، بس هم داعمين. وهسه اراء العائله لا هسه اكو اختلاف 180 درجه. لا احبك هسه من زمان دعمك، لو انت تبلش من البدايه او هيك شيء زين. اكو هوايه من الشباب بدوا انهم يشاركون ببرامج هي تخص المواهب، ومنها المحليه ومنها العربيه ومنها العالميه، ودا نشوف انه اكو مشاركات ملحوظه. انت بوجهه نظرك انه هاي البرامج هي تقدر انه هي تضيف للشاب اللي يشارك بها او تنقله نقله نوعيه، او من ناحيه الشهره، من ناحيه انه هو يكتسب خبرات؟ طبعا تفيده، لان تعرفين انه ماكو ما حد مسلط المجال على هذا الشيء، بس يعني البرامج تفيده انه كشهره، تفيده ك سي في، تفيدك يتطور اكثر، ينعرف اكثر، حتى يطور الموهبه اللي عنده. بس تفيد يعني. فكرت انه انت تشارك ببرامج خاصه؟ وين مشارك؟ احكي لنا عن ابرز مشاركاتك يعني. عندي اليوم انت اعتبرنا انه احنا متابعين جدد. تمام. احكي لنا يعني عن ابرز مشاركاتك. مو اغلب البرامج هواي سالفه يعني، من كثر ما عنده هواي برامج. عندي يوز تالنت، عندي ناسنا، عندنا وذ ذا كراود، عندي وركشوب باربي يعني بس الوحيد هاي الوركشوب اللي تدعم الدانس، وعندي اعلانات اغاني. هسه انت ذكرت انه انت مشارك بعده مسابقات وبرامج مواهب، ما حصلت ولا مرتبه؟ لا مو هو ذن ما تعتبر يعني، شلون نقول باتل او مو مخصصه بالضبط يعني. نقول برنامج هو مال مواهب، بس هو اكيد ما حد يعمل دانس، صعب شوف يتقبل. انت ذكرت انه انت شاركت بيوز. يوز تالنت. تمام. شلون شفت الاراء، النظره على شاب انه اليوم ينقل فن غربي بمجتمع شرقي؟ اكو شوي نظره غريبه. اي طبعا اكيد. فاحكي لنا عن هذا الموضوع شوي. مو احنا هم عندنا ويا تيم يعني، بس شاركت بيوز تالنت ويا مو كان ويا صديقي. فاحنا دائما الستيج اللي ندخل لازم كسره نطلع. لازم نخلي بصمتنا ونطلع يعني، مستحيل حتى الميمت قبل راح يتقبل اذا شافنا. فكانوا بالبدايه انه شويه، بس بعدين من شافوا العروض وبعدين كان العرض الثاني على المود العاقه فتقبلت الناس كلش يعني، حبت الموضوع كلش. وهو ايضا بالاضافه لهذا مو مجرد انه فقط رقص، ايضا برساله افكار وافكار انه تقدرون تنقلوها. ابرز الرسائل اللي ردت توصلها من خلال هذا الفن وحبك لهذا الفن؟ هو عامل نظافه، وصلنا بها رسالة عاقة، واحد يبيع عليك يعني، لأن الموهبة ما تتسلط على أنه شنو مقامك ومكانك، فأنت لازم تدعم كل الشرائح. فأي بس كل دعمنا الجيش حلو، فهواي هواي من غير الناسين يعني. عندك هواي رسائل أنت حابب تقدمها؟ إحنا دائما أنه لازم من نشوف أي فن نركز على الرسالة اللي يقدمها الفنان، بغض النظر عن نوعية الفن اللي هو ده يقدمه، ما دام أنه هو فن ما بإساءة، ما دام هو فن برسالة سامية، فالمفروض انه اكو دعم. اهتمامك بالسوشيال ميديا شلون؟ احنا نعرف انه كل فنان او كل موهوب لازم يهتم بالسوشيال ميديا، لانه انت ذكرت انه انت اشتغلت عدة اعلانات، فالمفروض انه انت من الناس اللي مهتمين بالسوشيال ميديا. فاحكينا عن اهتمامك بالسوشيال ميديا. هو اهتمامي بي فقط على المادة صراحة يعني، لان المادة حقدر اطور بيها اللي انا اقدمها. ايش تقصد بالماده؟ المردود المادي؟ المادي انه اي دعم مادي، لان تعرفين شلون راح توصل عالميا وانت ما عندك ماده. بس شلون تطور مواهبك؟ انا هنا راح اختلف وياك. وهي انه اني معتمد على السوشيال ميديا بس للغرض المادي. قصدك ها وكترفيه اكيد يعني الناس. ولا هم ترفيه. لا. انا اليوم عندي فن. تمام. اريد اوصل فني لكل الناس. اني اقدر اختصر هذا الوقت انه انت بالسوشيال ميديا يتابعوك، العراقي تابعك، الدول العربيه تتابعك، اكو هوايه يعني، هي صيه قريه. مو هي الافكار اللي انا اقدمها. انت تقدر من خلال السوشيال ميديا انه انت بالعراق وانت توصل للعالميه، انه توصل رساله. انا اقول شلون بالماده؟ انه انا مو كل الافكار انا عندي بها بوجت اقدر اصعدها. يعني انت اليوم، انا اليوم اريد اقدم فكره على السوشيال ميديا.
وفكره انه انا اليوم اريد اصير بها ترند بشرط انه يكون عندي لازم انه اني اكو دعم مادي حتى انه اقدر اقدم هذا المحتوى. من ناحيه انه اجيب كادر تصويري، اقدر اجيب موافقات، اقدر اجيب ازياء ساعدني اوصل الفكره اللي اريدها. هذا اللي اقصده، لان انا بدون ما اقدر اوصل الفكره اللي انا اريدها. انا بتليفون وصلت ها وتليفون. مو دانس يختلف الدانس، مو دانس. انا اليوم عندي طموح اريد اوصل، تمام؟ هو وضع عذاره اقول لك، انا ما اقول لك انت اقول لك عذاره انا هسه بس قصدي انه اعتبر هالماده انه اقدر اطورها اوصل اكثر بعالميا. اليوم اكو هواي شباب قدرت هي بي صح صح انا اتفق بهذا الشيء وصلت، واني ملتقيه بكثير من المواهب والرياضيين قدر انه هو يصنع معدات التدريب من ادوات بسيطه بالبيت حتى يقدر يوصل. صح انا اتفق. ولي دقاقه صورت بايفون كليب انا اعرف بس قصدي انه اوصل العالمية اكثر، اللي انا طموح كلش عالي. فانت محتاج انه توصل بالسوشيال ميديا، حتى لان السوشيال ميديا انا اعتبرها اليوم داعم تحديدا للموهبه، انه انت تقدر من خلالها انه انت توصل رسالتك، من خلالها انه انت تقدر تحصل على المردود المادي بالضبط. ومن خلالها ما تقدر انه انت تكسب شهره كبيره بالضبط. وبعد من حتى من تشارك ببرامج اذا هي مخصصه للمواهب او غيرها، من يشوفون انه انت عندك قاعده جماهيريه كبيره، بالتالي شنو راح ان هم يلاحظون انه انت شخص موهوب، عندك ناس داعمتك، لانه كل برنامج موهبه بالاخير تحتاج انت تصويت الجمهور. بالضبط. بس قلت لك يعني انا اللي افكر بعالميه اوصل على اوصل انه اكو عراق موهوب يقدر يوصل للعالميه. فمحتاج انه انت تسافر الى دول بالضبط. وانه انا ما اقدر اسافر لا بطولات ولا اقدر شيء بسبب الماده. اكو بطولات؟ خلينا نحكي على البطولات على جانب المشكله. العراق ما فيه بطولات. بس بالدول الغربية اكو بطولات. اكو بطولات. زين يعني ما فكرت انه انت اليوم شاب عراقي حاب انه تمثل بلدك بهذا النوع؟ شلون امثله؟ يعني مخاطب جهة معينة؟ ما سعيت؟ ماكو سعيت. هو بدي اقول لك المادة هي اللي توصلنا للبطولات. لازم انه تكون بجهود ذاتية. بالضبط. انت بتقولي لي انا مجبور اسويك على مود اوصل البطولات، شلون اطور محتواي؟ شلون اشارك ببطولات؟ شلون اجيب اعمال جديدة؟ وانا بنفس الدائرة دافتر. حلو، انت قلت انه انت شاركت باربيل، صارت اكو وركشوب اي برامج، بس ماكو شيء مخصص لهذا الرقص. بالضبط. زين ما فكرتوا انتم اليوم مجموعه من الشباب مثلا تكونون فريق معين، تسوي لكم فد اتحاد معين، او انه انتم تكونون انه اليوم من بدنا نحكي على موضوع انه هذه الرياضه هي هذا النوع من الرقص العفو مستحدث ودخل للعراق حديث. احنا بدنا نشوف انه حتى اكو رياضات دخلت للعراق هي حديثه، لكن شفنا انه مجموعه من الشباب قدروا انهم يؤسسون اتحاد خاص، وقدروا انهم يوثقون هذا الاتحاد وصار اتحاد معروف. صح. ما فكرتوا انتم اليوم مجموعه من الشباب انه ممكن نخلي فد اتحاد يصير لنا، او انه احنا اللي نبادر، احنا اللي نسوي، احنا اللي ناسس؟ ما صارت هيك فكره. هو السبب هذا هم الدعم المادي. يعني احنا مثلا 10 اشخاص تيم، كل شخص بمكانه بعيد، انت لازم تغطي تكاليف النقل مالته والاجور والاكل وكذا، لان هذا ما اوفر هنا لمن يجي. يعني نقدر نقول انه اليوم العائق الرئيسي حتى مادة. انه تتطور هو الماده بس. بالضبط. هي لان انت من اجيب تيم لازم اتكفل بكل شيء، زين ما تطي ما يجي. زين انت ليش تحديدا قلت انه انا لازم تيم لازم يكون من محافظات اخواني وانا اسوي بالمكان اللي انا بي؟ قصدك من المكان؟ هم بغداد كلهم اغلبيتهم. انتم يوم محبين لهذا الفن، واني اعرف انه شخص اذا هو محب وهاوي لهذا الفن ويريد يوصل ويريد يحقق، فاكيد انه هو ما راح يجي انه يطلب منك ماده مقابل انه هو ينضم لهذا الفريق. وما راح يقول لك، بس يعطينا اعذار ما يجي بيها، او انه هاي احتياجاتي او انا. ما راح يقول لك، اكيد يستحي او كذا، بس ما راح يجي بسبب وقف الشغل. يعني اكو هواي اليوم صعوبات، كلش هواي خاصة بالدانس. هاي الصعوبات كلها وهاي العوائق ودعم ماكو ودعم مادي ماكو، شنو اللي خلى هذا الحب عندك بالاستمرارية؟ مو قلت لك لازم تستمر مهما يكون، يعني مستحيل تبوع اليورا وانت تريد تمشي اللي قدام، انت لازم تكمل البداية، حتى ماكو دعم اكو دعم انت لازم تكمل. احيك على طموحك صراحه. شكرا. واتمنى انه اشوفك بالعالميه. شكرا جزيلا. لانه دائما نشوف انه الطموح هو يقدر يخلق المعجزات صراحه، فانا اتمنى لك التوفيق. شكرا. ويا رب نشوفك نجم عالم. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا جزيلا. ان شاء الله نورتنا عزيزي، اتمنى لك نهار سعيد. شكرا. شكرا لك.
طبعا كلش نفرح من نشوف عندنا طاقات شبابيه، انه رغم انه ماكو دعم لكن الامل ما زال موجود، ويقدرون انهم يقدمون ويحققون هواي من الانجازات، لان الطموح موجود والامل موجود. اكيد مشاهدينا هسه راح ننتقل لفقره السوشيال ميديا واخر اخبار السوشيال ميديا والمستجدات اللي صارت خلال ال 24 ساعه اللي مضت مع الجميله طيبه عامر. يسعد صباحك. مساء الخير. هسه لازم ننتقل من الصباح. حياك الله طيبه. الله يحييك. اتمنى لك نهار سعيد. انا كلش مشتاقه لكم. خاصة أستاذ علي المخرج، أتمنى لكم نهار سعيد إن شاء الله. حياكم الله مشاهدين قناة السومرية ومتابعي برنامج مورنينج لايف. مثل ما عودناكم أكيد نحكي بالأخبار والأحداث اللي احتلت الترند على السوشيال ميديا خلال ال 24 ساعة اللي فاتت. خلونا نبدأ أحداثنا أكيد لهذا اليوم. مبدئيا راح أبدي أحداثنا بالأخبار الرياضية اللي تداولت على السوشيال ميديا خلال ال 24 ساعة للمدرب المنتخب العراقي كاساس، يسافر إلى إيطاليا لمتابعة المدافع ذو الأصول العراقية والحاصل على الجنسية الدنماركية آدم طالب لاعب نادي تورينو. راح يلتحق إن شاء الله بالمباريات القادمة بشهر الثالث المدافع آدم طالب اللي هو ترجع أصوله للأصول العراقية لكن حاصل على الجنسية الدنماركية ويلعب مع الفرق الأوروبي. أتمنى له كل التوفيق ونقول له يا هلا بيك ببلدك. أكيد. وإحنا متحمسين نشوف أداءه بالمباريات القادمة اللي هي راح تكون تصفيات كأس العالم. أكيد إحنا يعني نفرح من يكون عندنا هيك شيء محترفين إنه يجون يرفعون من المستوى أيضا من ناحية المهارة. أكيد كانوا مغتربين، فاليوم بدينا إنه نستغل طاقاتنا الشبابية اللي مغتربة في باقي الدول الأوروبية أو العربية. ننتقل أكيد إلى طاقاتنا الشبابية المغتربة. الأستراليون صفقوا له ويصوروه يوميا في الشوارع الأسترالية. عراقي يغني بشوارع إحدى المدن الأسترالية. يمتلك الشاب العراقي سيف إيليا البالغ من العمر 30 عاما موهبة غنائية مميزة دفعته اليوم لاستثمارها من خلال الغناء بالشوارع في مدينة موليبورد الأسترالية حيث يقيم بها. هذه إحدى المدن الأسترالية اللي هو ساكن بها الشاب العراقي اللي بالغ من العمر 30 عام سيف، فحب اليوم يستغل صوته ويستغل الموهبة الغنائية اللي يمتلكها، فينزل يومية بفترة المساء إنه يغني بالشارع. المواطنين الأستراليين يتجمعون حوالي حابين صوته ودي يتفاعلون وياه. كثير من الأخبار وكثير من البيجات الأسترالية شفتها ناشرية، فيستحق أن اليوم نحكي بطاقاتنا الشبابية. ويأكد اليوم سيف على شغفه الكبير بالغناء وطموحه ليصبح فنانا مشهورا يوما ما، ويقول أنه أنا ناوي أدخل دورات غنائية حتى أصير مشهور بالمستقبل، لكن بفترة يعني بالأوقات اللي ما تكون عندي بيها دراسة. حلو. اليوم دا يشارك بدورات غنائية حتى يطور من صوته ويطور من موهبته، لكن بالساعات اللي ما يكون بيها عنده دورات دراسية. وأكيد ننتقل من الطاقة الغنائية العراقية، خلينا ننتقل إلى الأخبار اللي بعدها. تداولت أخبار على السوشيال ميديا العراقية تقول وداعا للسكرين شوت. تطبيق واتساب يطلق تحديثا جديدا يتم حظر لقطات الشاشة. هذه الأخبار اليوم راح تفرح كثير من الناس وتحديدا رواد مواقع التواصل الاجتماعي. لا انا قهرني اليوم نزل. شلون راح ننقل اخبار بعد يا شيماء؟ يعني هو المتعه انه انا مثلا من احكي مثلا ويا صديقتي واقول لها تعالي شوفي او انقلها. كلها سكرينات كلها دلائل. بس يلا ماكو عادي، يعني احنا نقدر نحلها. كلمتنا كافيه يا من لا بس هذا من تليفون ثاني اخذ للشات صوره. أي. او انه اسوي له نسخ لسق لصديقتي. احنا نعرف دائما انه الصديقه لازم نقول لها كل شيء. بدون سكرينات بدون سكرين شوت المفروض العالم يصدقونه، مو صحيح؟ لكن هذا التطبيق سكرين مطلوب. اي سكرين مطلوب انه من راح
شخص آخر يستخدم الواتساب من راح يلتقط الصورة للمحادثات، راح يجيك إشعار مثل سناب شات. أنت نعم أنت قدرين إنه أنت تحضريها أصلاً، ما يقدر يأخذ سكرين شوت. إذا أخذ سكرين شوت للمحادثة اللي تربط بينك وبينه راح تطلع الشاشة كلها بيضاء، يعني ماكو حديث ماكو دلائل. ننتقل أكيد إلى الخبر اللي بعده. تداولت دراسة حديثة تقول إن هناك صلة بين شرب الشاي وزيادة القدرة في حل المشاكل، حيث يساعد على تحسين الأداء العقلي عند مواجهة المشاكل الصعبة. اليوم أي شخص تواجهه، لا يعني اسم الله عليكم، أي شخص تواجهه مشاكل صعبة تقدر انه اليوم تحل هذه المشاكل عند شرب كوب من الشاي. راح يساعدك، راح يساعد انه العقل يشتغل ويعطيك افكار الكافيين العاليه. نعم نعم صح، بنسبه الكافيين العاليه انه اليوم يخلي عقلك يشتغل بالضبط. ممكن يعني يعطيك حلول بدل ما تكبر المشاكل. خلص لعد يومية شاي بيدنا ونفطر. ننتقل أكيد إلى الخبر اللي بعده. طبعا هذا الخبر أو الفيديو اللي راح ناخذه احتل ترند على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. شيرين دا تصدمنا بالمواقف السلبية أو المواقف السيئة اللي دا تواجهها مع معجبي. شيرين تنفجر غاضبة بوجه أحدى معجباتها وتقول لها كرهتيني في الحب. هذه المعجبة اليوم قررت أثناء تواجدها بحفلة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في لبنان في بيروت، قررت أنه هذه المعجبة أنه تصعد للمسرح حتى تلتقط وياها صورة. لكن اليوم الحرس الخاص بالفنانة شيرين منعها، فصار أكو اصطدام بينها وبين الأمن أو الحراس التابعين للفنانة شيرين، فانفجرت بوجهها وتقولها أنه أنت اليوم كرهتيني بالحب، ويعني سمعتها كلام جدا سيء. طبعا الفيديو اللي تداول على السوشيال ميديا أثار استغراب معجبي ومحبي وجمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بسبب تصرف أحدى معجباتها لالتقاط صورة وياها. اليوم ردت فعلها كانت قوية اتجاه المعجبة، فأكيد انكسر قلبها أو يعني حزنت بهذا التصرف أمام الملأ وأمام الجمهور. آلاف من الناس كانوا موجودين. فبنهاية الحفلة قررت أنه تراضيها، لكن المعجبة أصلا انسحبت من الحفلة بلبنان. شوفوا احنا للأسف عندنا هذا الطبع اللي أنا أعتبره كلش غريب. اليوم أنا دا أحب فنان وحاضر حفلة حتى أستمع لهذا الفن، أنا ما لي علاقة بحياته الشخصية. نعم. سواء إذا يمر بأزمات، سواء إذا هو انفصل ألف مرة ورجع لنفس الشخص، جاي أرفع عن نفسي كونه أنه فناني أحبه. بالضبط. نعم. أنا جاي الحفلة حتى أنا أستمع للفن. للأسف إحنا اللي دا يصير مدى نفصل بين أنه إحنا متابعين هذا الشخص لفنه أو أنه متابعين هذا الشخص لحياته الشخصية. فالمفروض حتى اليوم الفنان نترك هاي الأمور، يعني الفنان أو أي كان مدى يفرزن أنه بين حياته، مدى يفصل بين حياته الشخصية وبين عمله وبين جمهوره. فتشوفي أنه دائما متشتت. حتى أثناء حفلتها غنت أغاني كلها حزينة وتتكلم عن الخيانة، ومع العلم أنه تداولت أخبار تقول أنه رجعت لحسام حبيبنا المفترض أنه تغني أغاني كلها فرح وتفرح الجمهور. لازم أنه أكون نعم. فصلة واحد يفصل بين مشاكله الشخصية وبين عمله، بس عمله نعم. إحنا دا نشوف أنه أغلبهم أنهم مدى يفرزنون أنه بين هاي المشاكل وبين، فهذا اللي يصير ويا حبيبتنا شيرين. أكيد من أخبار شيرين والترندات مالتها اللي بتخلص، ننتقل أكيد إلى شاب جزائري يعمل كعامل نظافة يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمهاراته في رياضة الباركور. طبعا مثل ما ذكرت أنه الشاب الجزائري يعمل كعامل نظافة، بهرنا الصراحة وبهر جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلياقته البدنية
وسرعة الحركة، وهذه الرياضة لازم يكون الشخص يمتلك سرعة بديهية سريعة ولياقة عالية، وقت للتمرين أيضا، لأن نعم. هذا يحتاج لها تمرين. أنا قبل شوية قلت للضيف اللي كان موجود نعم. قلت له أنه اليوم الشخص إذا اهتم بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أنه هو يقدر يوصل نعم. على يعني هذا أبسط مثال، كان أنه من الجزائر واليوم إحنا بالعراق ده ناخذ نعم. هذا الخبر. فلازم انه الشخص اللي عنده موهبه وش ما كان ظروفه لازم انه يطور من السوشيال ميديا، لازم يطور من نفسه ايضا مو فقط السوشيال ميديا. اتمنى له كل التوفيق لهذا الشاب الجزائري، واتمنى انه اليوم يستغلون هذه الطاقه باحدى الرياضيات ونشوفه انه موجود بمنتخبات شهيره اكيد، او يحصل على فد ميداليه على فد هديه تشجعه لممارسة هذه الرياضه. نعم. ننتقل أكيد إلى الخبر اللي بعده، افتتاح أكبر مسجد في العالم أيضا في الجزائر والأكبر في أفريقيا، والمأذنة تبعة تعد الأعلى في العالم ومتكونة من 43 طابق وبارتفاع 267 متر ما شاء الله. طبعا هذه مثل ما مبين بالصورة نعم. هذه المسجد بالجزائر هو راح يكون أكبر مسجد بالعالم وتحديدا أفريقيا. يعني صورة مبهرة بصراحة لا. طريقة البناء وال ما صار لأيام من افتتحه بالضبط، صار ترند مواقع التواصل الاجتماعي. أنا كلش حابة التطور اللي دا يصير من يعني دا يصير إنه إعادة تأهيل بالشوارع، بناء ناطحات السحاب، الأبراج، المولات، مو فقط بالعراق، لا دا أحكي يعني حتى بالدول العربية نشوف انه اكو تطور كلش كبير، اكو يعني بنايات احنا ما شايفيها بس بالخيال، واصلا استخدموا الذكاء الاصطناعي حتى يطلعون شوية عن المألوف، يعني فشي من الخيال من الدخليلة. انتي انا كلش حابة هذا التطور واتمنى ازورها يعني الصراحة. احنا همينا نقدر انه نركز على موضوع انه بدا العراق ايضا انه نعم. تكون اهتماماته بموضوع الابراج والبنايات، وده نشوف انه هذا صار ملحوظ، وصار احنا عندنا من ابرز صح. المعالم اللي حاليا اللي هو مبنى زها حديد اللي خاص بالبنك المركزي العراقي. فاحنا من ده نشوف هيك، نتمنى انه اكو بعد اعمار وبعد تطور إن حتى انه اليوم نقدر انه نكون اسوه بواقع البلدان. هذه نعم. الاشياء الحلوه والايجابيه اليوم احنا فرحانين بها. ذكرت يوم امس ويا زميلتنا أنغام أنه أكو أخبار تداولت يا شيماء تقول أنه بالعراق راح يتم افتتاح أو بناء أكبر مطار بالعالم أو الشرق الأوسط تحديداً بالعراق. إحنا البارحة هذا الخبر بحد ذاته اليوم فرحنا، فمحتاجين هذه الأماكن يعني شوية تطلع عن المألوف عن المطاعم والمولات. ننتقل أكيد إلى الخبر اللي بعده، تبرع بها عام 2001 دكتور أمريكي يطالب زوجته بإعادة الكلية اللي تبرع لها أو دفع تعويض بقيمة 1 مليون دولار بعد إن قامت بخيانته. طبعا هذا الدكتور أمريكي تبرع لزوجته، كانت تعاني من تلف بالكلية، فقام بالتبرع بكليته، بالتالي أنه دت شكره يعني وجهت له شكر، للاسف انه هي قامت بخيانته، فهنا دي طالب بتعويض، يا اما ترجع له الكليه او تدفع له مبلغ قدره 1 مليون دولار. والله يوم صعب الشخص يتبرع او يضحي، نعم يضحي من يعني بنفسه من اجل شريك حياته واي ايا كان، بالتالي انه يخذ له هذه مشكله، يعني الله يساعده على الخذلان او الكسره اللي دا يعاني منها. بالضبط، يعني هو متبرع بكليته وعضو مهم عرض بالجسم حياته للخطر خطر. نعم، بالتالي هي جازته. ننتقل اكيد الى المحكمه العليا في كاتالونيا، تقاضي بسجن اللاعب كره القدم البرازيلي السابق داني ألفيش 4 سنوات و6 أشهر بعد ادانته بتهمه الاعتداء الجنسي على امراه داخل احدى النوادي الليليه في برشلونه عام 2022. للاسف اليوم هذا اللاعب او النجم البرازيلي
لاعب نادي برشلونة، للأسف اليوم خسر سمعته الكروية وفقد جمهوره بسبب تصرفات سيئة أو سلبية. أكيد نختم أحداثنا لهذا اليوم مع بيع ساعة ذابت أثناء قصف الهيروشيما في اليابان عام 1945 بأكثر من 31 ألف دولار في مزاد علني في الولايات المتحدة. عقارب الساعة توقفت عند الساعة 8:15 صباحا، وهي اللحظة التي أسقطت فيها الطائرة الأمريكية القنبلة الذرية. طبعا هذا كان آخر حدث. أتمنى استمتعتوا بأخبارنا لهذا اليوم. نهاركم سعيد إن شاء الله. نهار سعيد. شكرا لك طيبة. شكرا على هاي الأخبار، لأنه احنا دائما نستمتع جدا بهذه الفقرة. شكرا لك. أكيد مشاهدينا راح نروح لموضوع هو من أهم المواضيع اليوم، من نريد أنه نحكي بيها أنه شلون نحفظ اليوم حقوقنا من أنه إحنا نقرض شخص مبلغ من المال. فلذلك اليوم موضوعنا يتحدث عن طرق حفظ الحق عند الدائن والمديون. اليوم إحنا بصورة عامة من أنه إحنا ننطي قرض معين، أو أنه إحنا أحد يستلف من عندنا، أو إحنا نستلف من أحد، فإحنا ضروري اليوم نعرف شنو السبل القانونية والطرق القانونية اللي إحنا اليوم نقدر نحفظ بها حقوقنا، بالإضافة لهذا نقدر أنه إحنا نسترجع بها حقوقنا. فلازم أنه إحنا نركز على هذا الموضوع ونحكي به أكثر، حتى اليوم المواطن يكون عنده وعي تام أنه هو شلون يقدر يحفظ حقوقه من الجنبة القانونية. فأكيد ينضم أنه همام أنور محامي حتى نحكي أكثر بهذا الموضوع وتفاصيله. يسعد مساك، حياك الله، اتمنى لك نهار سعيد، نورتنا بمورنينج لايف. اهلا بك. عليكم السلام. اهلا وسهلا. يلا. تمام، تفضل. بدايه اخذ راحتك على اقل من مهلك. المره متغيره سكملي. اخذ راحتك على اقل من مهلك. اتمنى لك نهار سعيد. وبدايه ارحب بك، اهلا وسهلا بك، نورتنا. اهلا بك. بداية خلينا نحكي انه اليوم احنا نشوف انه اكو هواية مشاكل تخص انه مواضيع الدائن والمديون. فخلينا نحكي اليوم اكو قانون صريح انه هو اليوم يحفظ الحق للشخص اللي هو المديون الدائن، يعني انا من اليوم اقرضك مبلغ من المال، اكو قانون اليوم هو يحميني؟ وشنو الاجراءات اللي لازم اني اتبعها حتى اليوم احميه نفسي؟ اول شيء احنا نمسي على قناتكم الكريمه والمشاهدين الكرام. سعد مساك. احنا عندنا قانون، اكيد قانون المدني هو نظم العلاقه بين الدائن والمدين، والدائن الشخص اللي هو اللي ينطي المبلغ، والمدين اللي هو ياخذ المبلغ. نعم. فقانون المدني اللي هو نظم كل الامور اللي تخص بدايه من وصل الامانه، من الكمبيالة. نعم. من الصك، بدني أدوات اللي يكون حفظ الحق بهن، اللي هن ثلاثة قلنا عليهن موجودات بالقانون المدني، وينظم أحكامها بصورة تفصيلية كاملة. نعم. هذا فيما خص القانون المدني. وإحنا عندنا قانون مدني من سنة 51 هو مشرع القانون وماشيين عليه بالمحاكم. نعم. احنا هسه انت حكيت عن القانون اللي هو يقدر انه اليوم هو يحمي حقوق المواطن اللي هو ينطي المبلغ من المال. نعم. زين اليوم احنا شلون اني استرجع حقي اذا اليوم اني ما مسوي كل هاي الاشياء اللي ذكرتها اللي هي وصل الامانه والكومبياله وغيرها، مجرد انه اني دائما احنا عندنا هذا، احنا العراقيين عندنا مبدا الثقه، انه اني اداين اخويا، انه اني اداين صديقتي، وبعدين هذا المبلغ ما يتم استرجاعه لي. بهيج حاله شلون اني استرجع حقي اذا انا ما عندي اي من هاي الاشياء اللي ذكرتها اللي هي الكومبياله والوصل للامانه وغيرها؟ شو هو بالاساس يعني انه هو التعامل اللي يصير بين الدائن والمدين يعتمد على مبدا الثقه. فاذا ما تنظم يعني فد المبلغ بوصل او فشي كتابي، فمن الصعوبة إثباته بالمحاكم، تبقى بس طريقة واحدة اللي هي اليمين الحاسمة، يعني أنه أنت مثلاً ادعيت على شخص أنه أنت مداين مبلغ معين، فإذا تريد تثبت يعني أنه هو الماخذ ما عندك وهاي راح تحلفه، إذا أقر فثبت الحق، إذا ما أقر به وحلف فبعد ما لك ضمان عليه، لأن تعرفين أنت هسه مبلغ اللي يزيد فوق ال 5000 دينار ما يجوز اثباته بالشهاده الا بدليل كتابي، يعني لازم اكو فد شيء مكتوب بين الطرفين، بين الدائن وبين المدين.
ومثل ما نوهنا قبل قليل انه الادوات اللي يكونن يا اما يكون بكتابه يدويه يا اما يكون بوصل يا اما يكون بصك يا اما يكون بكمبيالة صدر عن طريق كاتب عدل. نعم. فاني الادوات اللي يضمن بها الحق. زين اليوم اني اغلب الشباب اللي يسوون هاي الطريقه مثل انه اني داينت مبلغ ما اكو بنات طفت محادثه على الواتساب مثلا عندي. نعم. سكرين شوت، هذا السكرين شوت ممكن اني يضمن لي حقي؟ يعني هو يعتبر كقرينه، يعني قرينه تفيده بس ما يلتجئ قبل للمحاكم المدنيه لاستحصال حقه، فراح يضطر انه يلتجئ للمحاكم الجزائيه اللي هي محكمه التحقيق، يخوض اول شيء بشكوى جزائيه. نعم. اللي تخص مثلا على النصب والاحتيال انه هذا الشخص نصب عليه، وعنده فد قرائن او عنده فد ادله اللي هي البصمه او الكتابه، وهم بنفس الوقت هم راح تخضع لمن الاقرار المدين بها اذا اقر بها، وبعد من عنده يعني اجراءات تحقيقيه تصير لتثبيت هذا يعني الحق. يعني الموضوع راح ياخذ وقت جدا طويل. كلش طويل. لو انا مسوي كومبياله من البدايه ووصل امانه انا راح اقدر احفظ حقوقي. نعم. زين انت اليوم كمحامي شنو ابرز المشاكل اللي شفتها اللي تخص هذا الموضوع؟ هو شوفي احسين احنا اليوم بالمحاكم يعني اثناء عملنا العمليه اللي تصير اللي قاعد نلقيها هسه حاليا، الفلوس من قاعد يعطيها مثلا صديق الصديقه اخ الاخوه يعني شلون اقول لك دا يعطيها وهو يعرف مثلا انه هو ما عنده فد مقابل للوفاء، فهنا اوكي القانون ضمن لك حقك انه انت تروح تسوي دعوه على خلفيه انه اكو مثلا عقد او وصل او كمبياله او صك، لكن بالمقابل انت الطريقه مال استحصال الدين، يعني تعرفين انت كل يعني كل قرار يصدر من محكمه مال بدائه بتثبيت الدين لازم يتبعه مرحله يسموها مرحله تنفيذ القرار، فالمواطنين هسه حاليا من دي يسووا لهم مثلا اللي يسوون الدعاوى بالمحاكم يقول له انا مثلا ما اريد القاضي يقسط لي وانا اريد الفلوس كامله واذا ما يعطينها سجنه هو ماكو شيء بالقانون. القانون يعني وازن بين مصلحه الدائن وبين مصلحه المدين، اذا كان ميسور الحال المدين وعنده يعني ما حسب ظروفه الماديه عافيه حسب الظروف الماديه يعني يوازن بين المصلحتين حسب قانون التنفيذ. نعم. فيكون الموضوع مال الدين استحصاله عن طريق دائره التنفيذ، هو ثبت الحق بالمحكمه عاد نبقى احنا نتحرى عن اموال المدين انه عنده عقار عنده سياره عنده رصيد بنك، فهذني نتحرى عنهن، اذا اكو شيء قابل للحجز فينحجز باستثناء العقار السكني اللي يخص المدينه، اذا كان اليوم واحد يطلب له واحد فلوس واخذ عليه قرار حكم ويعرف انه هو عنده بيت، فللمعلومه لازم يعرفها انه هو الدائن انه دار السكن غير قابل للحجز، يخوض بغير امور لازم يعني السيارة أو وحتى السيارة إذا كانت صفرة يعني هم ما تنحجز، يعني هاي يعني تعتبر الأجرة يعني أقصد أنا العفو السيارة الأجرة هم غير قابل للحجز، يعني هاي تعتبر أداة عمل إله مزرزة، فإذا تكون السيارة خصوصي أكيد قابل للحجز أو إذا عنده رصيد أو إذا عنده أي شيء يعني غير ذني قناهن. نعم. هسه أنت إحنا ذكرنا بالبداية إنه اليوم المواطن يقدر يحفظ حقه عن طريق وصل الأمانة. نعم. وعن طريق الكمبيالة، أكو طريقة ثالثة أعتقد اللي هو الصك. اللي هو الصك. زين خلينا نرتبهم الأولوية المن اللي هو أكثر نقدر نقول بقوة باسترداد الحق، فخلينا نحكي عنهم واحدة واحدة وبالتفصيل. أي أكثر قوة وأكثر صرامة بالقانون عندنا إحنا اللي هو الصك، بس الصك من اللي حرره، اللي حرره هو أصلاً اللي عنده حساب مصرفي واللي عنده بالبنك إنه هو حساب. نوبات هسه حاليا اللي صار عندنا انه اغلبيه الناس يقول لك يعرفون ان الصك هو قوي لان اداه ضمان قويه. حرر لك صك وماكو رصيد. اها فنوبات اكو ناس يضطرون يروحون السوق السوداء يجيبون صك، وهذا الصك احنا نعتبره بالقانون انه هذا مضروب، يعني ما بي يعني ما له اصلا وهمي. حساب وهمي. فهنا راح يخضع الجريمتين. الجريمه الاولى تزوير. على التزوير على 292 هاي ماده يعني هاي. نعم. جريمه اولى، والجريمه الثانيه على 459 اللي هي جريمه اصدار صك بدون رصيد، فهنا عرض نفسه لمسؤوليتين قانونيه، واضافه لذلك من بعد ما ينحكم والحكم مالته ما يقل عن سنه واكثر يعني الحد الاعلى مالته 5 سنوات. هذا الحكم قابل للكفاله؟ الصك لا، لان حق العام مالته قوي يعني قلت. نعم. لك يعني هو من اقوى ادوات الضمان اللي هو الصك. يجي من بعدها الكمبيالة
الكومبيالا اللي هي تتنظم عن طريق الكاتب عدل بحضور الطرف وين حضور الدائن والمدين. هاي الكومبيالا هم اداه يعني ضمان قويه، لان اثباتها بالمحاكم كلش سهل، بمجرد ما المحكمه تدز كتاب استشهاد او كتاب صحه صدور للكاتب عدل انه هاي الكومبيالا صادره معكم او لا، اذا صادره فثبت الحق، ما يحتاج بعد شهود هاي الامور، يعني يعتبر الكاتب عدل جهه رسميه. نعم. عن طريقه تنظمت هاي الكومبيالا. ويبقى الاداه الضمان الثالثه اللي هي وصل الامان، تتحرر بين طرفين، يكتبوا طرفين ويتوقع ويتبصم من قبل الطرفين، يعني مثل العقد. اي هو تقريبا اشبه بالعقد، يعني وفق نص معين للوصل، وحتى اذا مو هذا الشكليه اللي هي مال الوصل اللي هي تكون هاي المطبوعه وهاي الامور، حتى لو يدوي انه وصل قرضه هاي الامور، هاي كلها تعتبر من قبيل الامانه موجودة عند الشخص. يعني اليوم اللي الورقة اللي تتحرر بخط اليد ويتم التوقيع والتبصيم عليها أيضا تكون هي ضمان؟ أكيد، يعني كل يعني إحنا التوقيع عندنا، طبعا هو التوقيع أقوى من البصمة، هاي للمعلومة حتى تعرفوها والمشاهدين هم يعرفوها. لحظة هنا أنا خلينا نوقف، شلون التوقيع أقوى من أحساسي مثل آني؟ أنا ما عندي توقيع واحد. عندي عدة تواقع. أو أكثر من توقع، ما عندي توقع ثابت عليه، فألتجأ أحياناً حتى أثبت أكثر للبصمة. قانوناً وعرفاً التوقيع يعتبر، ليش يعتبر أقوى من البصمة؟ على خط اليد. أول شيء هي هنا يعتبر من يعني شلون أقول لك اختصاص، هم أدلة جنائية. أنت تعرفين هسه هاي الضغطة مال القلم، الحركة مال الإيد، هاي كلها يعني بها دراسات ويطلعوا لك اياها. نعم. منهم الادله الجنائيه. حلو. اضافه لذلك البصمه انه ممكن تنأخذ منك بعده طرق، قد يجوز انه انت نايم، صح، قد يجوز انه انت تحت ضغط او اكراه فيجبروك انه تبصم او شيء، لكن التوقيع تحت الضغط والاكراه، حتى التوقيع يعني بالضغط والاكراه يبين بالادله الجنائيه انه هذا التوقيع ماخوذ بالضغط والاكراه، لكن البصمه ما تبين، صح، عرفت شلون؟ فلهذا السبب احنا نعتبر التوقيع هو اضبط، توقيع اقوى واضبط من البصمه. زين، احنا ذكرنا انه اكو هي عددناها وشرحناها الوصل. نعم. الامانه وغيرها، لكن ايضا بها يصير تلاعب، من ناحيه انت ذكرت انه ممكن بالسوق السوداء انه انت مثلا ممكن يزورون لك شيء. انا يوم كمواطن من يعطوني وصل امانه او اوصك. نعم. او غيرها، شلون اني اتاكد انه انا ما تم النصب علي؟ شنو الآلية اللي لازم أتبعها؟ شنو الجهات اللي لازم أني أسألها؟ يعني من على سبيل المثال أنت أعطيتني صك، أنا أريد أتأكد من هذا الصك، لازم شنو الآلية اللي يتبعها كل مواطن حتى ما يقع بفخ التزوير؟ أول شيء أنه اللي هو أعتقد كشف الحساب، أي الاستشهاد يسموه، الاستشهاد اللي صدر ما عنده هذا الصك، يعرف أنه هو عنده حساب مصرف معين. نعم. هاي فيما خص الصك. الكومبيالا انه هي ما يعني ما يصير بها تلاعب، ليش؟ لانها تتنظم امام كاتب عدل، ووصل الامانه بحضور الطرفين وتوقيع الطرفين، فبس يبقى موضوع الصك انه هو يتحرى اول شيء عن انه هو هل عنده حساب او لا. اذا عنده حساب ويشوف انه عنده رصيد لو ما عنده رصيد، لان هي هنا مشكله. بس هو المدين هنا من ينطي الصك يعني دريد يضمن للمقابله انه انا اعطيتك فد وسيله تديني مستقبلا اذا انا ما سددتك المبلغ. نعم. هاي الفكره من الموضوع مع الصك. نعم. ونوباتكم مثلا يصير تعاملات يعني قويه تجاريه يخضعون يعني مبدا الصك يعني. نعم. فهذول اكيد يعني لهم غير احكام. نعم. فاحنا حتى نحكي اكثر بهذا الموضوع لازم ناخذ راي الشرع العراقي. نعم. عن حق الدائن والمديون. اكيد زميلتنا نور الجميلي اعدت لنا هذا التقرير، خلينا نروح نشوفه وراح تكون لنا عوده. يسعد مساك المتابعين برنامج مورنينج لايف. موضوع استطلاعنا اليوم هو عن طرق حفظ الحق عند الدائن والمديون، خليكم ويانا نشوف اراء الناس بهذا الاستطلاع. حقيقه موضوع الدين للاشخاص، يا اما يكون شخص ثقه بحيث انه انا من انطي فلوس ما احتاج من عنده اي شيء بحكم علاقتي به، واعرف انه انا مدينه لحاجه ماسه. اما اذا دين لشخص اخر غريب من حيث المبدا هو ما دينه، بس اذا كنت مضطر وكنت متمكن وقادر ممكن يصير وصل امانه او كومبياله حتى يمشي حاجته، اذا انا ما كنت اعرفه ما كنت واثق منه. بس عموما هو الدين للناس يفترض لاقرب الناس القريبين اللي محتاجين، إذا واحد قادر ومتمكن ينطيهم ينطيهم، وبالنتيجة هي مساعدة، هي حالة إنسانية أنا أعتبرها. ماكو قوانين
القوانين تجديها وين؟ في المحاكم. المحاكم الشرعية بها قوانين إنه أنا لو اداينت من حضرتك أو من الأستاذ مبلغ معين وما رجعت المبلغ، ذاك الوقت نلجأ للقضاء. بس يبقى الجانب المهم واللي يجب أن نتمسك به إحنا كعراقيين كعرب هو الثقة. من أستدين منك يجب أن أعيد لك الدين بي 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 مع كل شكر وتقدير. والله يا أختنا العزيزة كل ضمان ماكو زين، بس يبقى شنو أنه نصيحة يعني لكل الناس أنه لا تداين إلا إذا شخص يكون أولا فعلا فعلا محتاج يعني، ويكون طبعا عزيز عليك يعني. هاي نقطة. والنقطة الثانية خلي بالك لقدام 99% ما راح يرجع زين، وخلي 1% أمل مو مشكلة. لا تأين داين أحد قبل؟ الحمد لله. إذا أنت رجعت؟ لا ما رجعت. الحمد لله ما رجعت نهائيا. والله أخذ حقي بالدين بثبوتيات تكون عندي موجودة، فأنا جيت بهذا الموضوع، جيت من العراق من عمان للعراق لابد هذا الموضوع يعني، لأني شخص عزيز علي كان وعطيته يعني، كان عندي وضيفته وجلس معاي في عمان فترة طويلة، وسوينا شراكة أنا وياه. لما جهني سوينا الشراكة، لما خلصنا من الشراكة شل الفلوس مالي وروح، فجاي هني للعراق عشان أثبت حقي عنده، وأتمنى الحكومة العراقية ترجع لي حقي من عنده إن شاء الله. قد فلوسك؟ والله تقريبا مال 51 شدة. هنا وهسه هو في السجن وطالبيني بمبود محكمة، بكرة إن شاء الله بكون عندي جلسة بالمحكمة وإن شاء الله خير بإذن الله. مثل ما شفتوا يعني أرى ناس حول موضوع حفظ الحق بين الدائن والمديون. خليكم ويانا باستطلاع جديد لبرنامج مورنينج لايف نور الجميلي. شكرا للزميلة نور الجميلي على دائما على التقارير اللي تعدها إن حتى نعرف بها آراء الشارع العراقي حول المواضيع اللي ناخذها به حلقاتنا. شفنا أحد المتحدثين هو من غير دولة عربية، وإن هو جاي للعراق حتى أنه يطالب بحقه باعتباره أنه اللي مقترض منه شخص عراقي. نعم. فخلي نحكي عن هذا الموضوع، أنه اليوم ليش تحديدا إجا للعراق حتى يأخذ حقه ضمن القانون العراقي؟ ليش مو بقانون ذيك الدولة؟ لا احنا عندنا الولاية إذا كان أحد أطراف العقد عراقي فيخضع للقانون العراقي، ماشي؟ فالمكان اللي صار بتسليم الفلوس يخضع لقانون ذيك الدولة، اي يخضع القانون الدولة اللي تم بها العقد. نعم. وتم بها تسليم المبلغ، يعتبروا محل تسليم المبلغ. نعم. ماشي. فأكيد يخضع القانون العراقي. بس الشخص اللي شفناه يمكن من عمان جاء للعراق ده يطلب حقه، فصحيح يعني إجراءه صحيح، جاء للعراق ويستحصل به حكم، ويستحصل هم نفس الـ يعني شلون قانون التنفيذ وقانون المدني يعني يقدر يصير على. نعم. نفس الحكم. احنا حكينا اليوم عن حق اللي هو منطي دين. زين المديون اليوم القانون شلون يحميه؟ هو القانون بالنسبة للمدين يعني احنا نعتبر المدين هو المدين اللي هو مقترض. المقترض يعني هم انا ما فارض عليه يعني هواي امور صارمة يعني، يقدر يحصل حسب منطقته حسب المقدرة المالية. شوفي حتى اذا كان موظف، احنا اليوم اذا كان المدين موظف يتم استقطاع من راتبه؟ يتم استقطاع من راتبه، بس ايش قد؟ بحدود الخمس. يعني اذا كان الراتب مليون فانت تاخذ منه 200,000. وإضافة لذلك أنه على الدائن رح يوقع عبء، اللي هو عبء الإثبات، أنه أنت تعال أثبت لي أو أثبت للمديرية مال التنفيذ أو للمنفذ العدل أنه هو يملك مثلا سيارة أو يملك عقار غير سكن مالته أو عنده حساب مصرفي. هاي من تثبتهن؟ هاي طبعا هاي الإجراءات تكون مطولة. هسه أنا قبل لا أجي هنا للقناة كنت بدار التنفيذ، هم أنا يعني شخص عندي موكل إليه يطلب مبلغ 96 مليون، وهاي الحكي من سنة 2022 من شهر العاشر ولحد اليوم. اليوم يلا حركت يعني يعني إجراء تنفيذي آخر اللي هو مثلا على المادة 32 من قانون التنفيذ، طلبت أنه يقدم لي كفيل ضامن. هذا الكفيل الضامن نطيته مهلة 3 أيام للمدين أنه لازم يقدم لي كفيل ضامن، إذا ما قدم لي راح أضطر أنه أنا أحبسه
لحد ما يقدم لي كفيل ضامن ويسدد لي المبلغ، يعني القسط الشهري اللي فرضت عليه. يعني هاي يعني شلون اقول لك، من بعد الاجراءات التنفيذيه اللي كملتهن، نعم 96 قسطت على شكل مليونين بالشهر. يعني اكو اجراءات مبسطه اليوم، القانون هو ايضا مبسط لك الاجراءات. هو اساسا يعني من يعني من ضمن مواد قانون التنفيذ انه يوازن بين مصلحه الدائن يعني في ان لا يعتدى عليه او يعني تؤخذ امواله بالغصب، وبين مصلحه المدين يعني تبسيط الاجراءات حتى ما يكون عليه يعني ثقل ويخليه يضطر غير امور. المشكله اللي تصير بهاي الامور انه اكو بطء. اي اكو بطء، يعني اليوم الشخص اللي اذا هو بحاجه ماسه الى هذا المبلغ ف حتتعطل كل اموره، يعني انه اكو بطء بالاجراءات. شنو سبب هذا الاجراءات؟ اجراءات بسبب الكم الهائل، يعني العدد العدد اكو لود وضغط على يعني هسه احنا بيا شهر احنا هسه حاليا احنا الثاني احنا بشهر الثاني يعني نهايته تقريبا شهر يعني صحيح. انا هسه طلعتي من دار التنفيذ يعني واصلين احنا لحد الان 1000 وشويه. زين احنا هاي مديره التنفيذ مثلا هاي على سبيل المثال الكرخ يعني واصله الالف عابره الالف، يعني يعني شوفي انت خلال شهرين 1000 اضبارة، والموظفين يعني مثلا كلهم ما بيهم 8 أو 9. اكو زخم نقدر فزخم يعني يتخذون عده اجراءات حتى يقللون من الزخم، فلازم يصير تاخير بالموضوع. وهذا التاخير ايضا يولد اكو امور ثانيه، مثلا احنا نشوف انه تصير جرائم بسبب فعلا الدين، انه هو ما يصبر على هذا الموضوع، اذا تشوفون انه تصير جرائم يعني هو يحس نفسه اي يحس نفسه انه هو انطى يعني سوى فد زين بحياته وخلاه يعني شلون ينتظر هذا الوقت كليته، فاكيد راح يولد فد ضغينه بالنفس انه يضطر انه يسوي فد مشاكل اقوى. نوبات هو المدين يتعمد يعني يتعمد انه يثيره ويستفزه للدائن حتى تصير او انه اني ما ارجع لك وما لك اي حق عندي، ويضطر انه يخليه يعني مثلا يوصل مرحله العراك بالايدي وهاي الامور، ويصير بها واحد يضرب الاخر حتى شو يسوي؟ يروح يقيم عليه شكوى انه هو ضربني، وجيب عمامك ودي خوالك ما اعرف شنو حتى يقعدون يا بد وقع له من المبلغ اخر شيء مثلا مطي مثلا فصل يصير مكان الضربه فصل. فاحنا ننصح الدائن انه ما يلتجئ هاي الامور حتى وان يكون سلمي يلتجئ للقانون وان طالت المده، بس بالمحصله النهائيه انت راح تاخذ حقك. يعني هاي فقره مهمه احنا ركزنا عليها اليوم، يعني انه انت اذا مثل ما نقول انه لا تعلي صوتك او لا تسوي قضيه حتى لا تخسر حقك. يعني المدين قاعد يصيد، المدين بهاي الحاله قاعد يصيد بالدائن خطيه، يعني الدائن يعني هو انطى فلوس يعني او تعامل او بشيء، يبقى المدين شو يسوي؟ يقوم يطلع كل الطرق الملتويه حتى يسبيل يضغط على الدائن. يعني هاي قضيه مهمه لازم نركز بيها، انه احنا لازم نتعامل بسلاسه ونلجا دائما للقانون العراقي حتى ننتظر انه هو ياخذ لنا حقنا حتى لو طالت المده، حتى احسن من ما انه تصير مشاجره واني ينبخس حقي. هو المدين يتخيل انه بهذا الفعل سواه مثلا انه استفزه للدائن وخلاه مثلا يدخل بجريمه اخرى اللي هي مثلا المشاجره او التهديد او شيء. احنا يعني محاكمنا محاكم التحقيق وقضاتنا من القضاة الفذين، يعني يعرفون انه اكو فد سبب انه سابق بالمشكله هاي صارت، فيراعون عنصر الاستفزاز. نعم فيعني يعني شلون يصيدوها لهاي النقطه، فيخلون المدين يعني اللي هو صار مشتكي باعتبار انه انت اللي اثرت يعني خليته ينثار. فهم عليها حكم معين؟ اي اكيد. شنو الحكم عليها؟ يعني على 413 مثلا المشاجره يعني العقوبه مالتها تبدا انه قلت لك من الغرامه تصعد لحد ال5 سنوات هاي العقوبه مال المشاجره. قابل للكفاله؟ واذا مثلا المدين مثلا استخدم يعني الشكوى مالته كوسيله ضغط او اطفت معلومات مو صحيحه او ظل للقضاء، فاكيد هم يعني بها عقوبه يعني ينحكم بها 6 أشهر إلى سنة تضلي للقضاء عن 248. بالضبط. واحيانا ما تصير انه فقط هي المشاجره، انه تصير اكو تهديد بالكلام، فهذا ايضا يقدر انه هو يستغل اذا سواء بمسج او مكالمه. هو انت هاي اكو بعد معلومه هم خلينا نطيشها حطلع من موضوعنا مال الدائن والمدين. التهديد اللي يصير مثلا بتسجيل مكالمه او شيء، وهاي هو اصلا تسجيل مكالمه هي جريمه. يعني انا اليوم من اتصل عليك وانت تتصلين علي، فاذا سجلتي لي المكالمه مالتي بدون اذني اكيد يعني انا اليوم اريد اثبت حقي، اكيد ما راح اخذ اذنك اقول لك انه انا اقدر اسجل المكالمه. هو هنا أنا انت خليت نفسك يعني تحت يعني طائله القانون انه انت سويتي جريمه. شنو الجريمه؟ سجلتي مكالمتي بدون اذني، انتهاك
حقوق يعني خصوصية. انه هذا الشيء يعني ستي لو تلاحظين شركات الاتصال كلها يقول لك بالمنتخب هاي المكالمة مسجلة لغرض الجوال لغرض فلان. فانت هم نفس الحالة اذا اردت تثبتين مثلا حقك وردت تسوين مثلا في التسجيل انا شو راح اثبت حقي؟ يابا تراني دا اسجل اي يابا تراني المكالمة هاي مسجلة للعلم والاطلاع حتى المقابلة يعرف انه هي قاعد تسجل. اي بس لهذا المقابلة راح ياخذ الحيطة والحذر وانا هنا أنا ما ضمنت حقي. اي وهي نقطة يعني هي شوفي احنا القانون هو كل شيء معالج. انت دام ثبت حقك يعني هو شوف زين هاي تسجيل المكالمة تحديدا اذا نحكي عليه بكل الحالات انه انت تحاسب عليه لو اكو حالات استثنائية بعد في حالة انه اذا يعني شلون اقول لك بيها مرونة اذا كان شخص متصل عليك او انت تعرض الى تهديد او اي هاي بيها مرونة نوع من انواع الابتزاز انا اكثر انه انا حتى اثبت حقي. الاتصال اذا كان جايك انت وتحصلتي بيه على تهديد فهنا بيها مرونه انه هو المتصل وانت عندك هذا البرنامج، لكن انت متصله ومحضره البرنامج وتسجيل فهنا خليتي فد يعني جريمه تتحقق. يعني واحد يجي يضمن حقه يا ريتي كنفسه انه هو مدان. يعني بصراحه القانون لازم انه واحد يقعد يعني شخص صاحب اختصاص ويستفسر هو اشياء قبل انه يتصرف اي تصرف. ليش يعني احنا يعني نقول انه القانون بحر وإلى يعني ناسه يعني واختصاصه انه هو اختصاص هنا المحامين طبعا هم بصوره خاصه يعني انه انت لازم كل اجراء مو بس المكالمة على اي شيء بالحياه انه انت لازم تكون عندك مرجع اللي هو مرجعك المحامي تسال انه هل هذا الفعل راح اتخذه قانوني مو قانوني لضمان الحق طبعا. نصيحه اخيره توجهها للمشاهدين. نصيحتي الاخيره للمشاهدين انه اليوم انا ما انطي اي مبلغ او ما اداين اي فلوس لاي شخص اول شيء اذا ما اعرفه هو اهل لهاي الثقه اللي راح انطيه اياه لان يعني بصعوبه ترجع المبلغ اللي انت انطيته بكل الوسائل سواء حصلت عليه الوصل او الكمبياله او الصك كلهم ذن يسويهن وهو ما عنده فد مقابل للوفاء انت شلون حترجع الديون مالتك فبصعوبه. فانت من البدايه إذا تعرف هذا الشخص إنه هو صدق مضطر ومحتاج يعني مثلًا مبلغ معين وتعرف إنه هو عنده إمكان يرجع لك المبلغ فماكو مشكلة إنه تقدر تداينه. نعم شكرًا لك نورتنا سعيدين جدًا بوجودك ويانا وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتها إني. الله يسلمك شكرًا جزيلًا لك أتمنى لك نهار سعيد شكرًا لك. أكيد مشاهدينا إحنا مستمرين وياكم بمواضيعنا لهذا اليوم ورح ننتقل لموضوعنا الرئيسي الآخر اللي يتحدث عن أهمية دعم شريحة الشباب لتحقيق التنمية والتطوير. اليوم الشباب إحنا قلنا بصورة عامة أن اليوم هي الشريحة اللي هي تبني المجتمع الشريحة اللي هي تخلي هذا المجتمع يتقدم. فإحنا اليوم شبابنا بصورة عامة إن هم يريدون يقدمون يريدون ينجزون فهذه من الأشياء الحلوة. فإحنا دائما إنه لازم نحكي ويا ناشطين مدنيين وغيرهم من ذوي الاختصاص حتى نحكي أكثر بهذه المواضيع. ينضم الناظر غام الفريجي يسعد مساك وحياك الله نورتنا بمورنينج لايف أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بيسيد واهلا مشاهدين قناه السومريه الاعزاء. صراحه يعني فرصه جميله اليوم هاي المنصه انه نطوي وجهه نظرنا حول دور الشاب دور الحكومه في دعم الشباب خصوصا في مرحله بعد التخرج. نعم بدايه خلينا نحكي عن اهميه دور الشباب اهميه الشباب وشريحه الشباب بأدوارها المختلفة بالأشياء اللي تقدمها للمجتمع بصورة عامة. خلينا نركز على هاي الشريحة وما مدى أهميتها بتطوير المجتمع. طبعا من البداية أنه مثل ما تعرفون والكل يعرف أنه الشباب هم اليوم الركيزة الأساسية لأي بلد بالعالم. اليوم أي بلد اليوم يريد يتقدم خلال الطاقة الشبابية. نعم. الطاقة الشبابية حاليا خصوصا بهذا الوقت يعني الطالب بعد التخرج يعاني من مشاكل يعني كلش هواي. بعض الاحيان الطالب يحس روحه تايه معوقات وصعاب متاهت. اكيد هواي معوقات. نعم. انه طالب من يتخرج انه البعض يتصور انه الشهاده هي كافيه تاهله يشتغل بالقطاع الخاص وهذا شيء مغالطه هذا شيء مو صح. اليوم نعم. الشباب يحتاج الى خبره تحتاج الى مهارات واحنا مثل ما جاي نشوف اغلب الشركات اليوم تدور على مواصفات تدور على مثل ما نقول مهارات عند الطالب.
اليوم طالب يملك بس من يتخرج عنده بس شهاده، اوكي شلون راح يقدر ينسجم بمجتمع العمل، شلون راح يقدر يحصل على مهارات، شلون راح يقدر يحصل على لغه، يحصل على ورش تدريبيه. فلذلك احنا اطلقنا مشروع سكيلز اللي خليناه حلقه وصل بين الشباب وبين المنظمات وبين مؤسسات القطاع الخاص. نشوف انه اليوم نشوف الشاب من يتخرج ضروره عنده اسلحه يتسلح بها على مود يواجه المعوقات اللي راح يواجهها بالقطاع الخاص او خلال اي مكان عمل ممكن يشتغل به، من خلال اللغه الانجليزيه، من خلال تطبيقات مع الوورد، الاكسل، الباوربوينت، كذلك العديد من المهارات. عفوا، احنا ذكرنا بالبدايه انه الشاب لازم يطور من مهاراته حتى انه هو يقدر يوصل لمبتغاه. اليوم خلينا نحكي عن من المسؤول المباشر بدعم شريحه الشباب وهاي الطاقات الشبابيه، الدوله ام منظمات المجتمع؟ هسه هو احنا نقدر نقول الطرفين لهم مسؤوليه بتطوير شباب. العاتق الاكبر على اي جهه؟ يقينا الدوله، يعني الدوله اليوم لازم عندها برنامج متكامل. احنا نشوف اغلب الجامعات ما بيها تطبيق عملي او ما بيها مثل ما نقول ورش او اقسام متخصصه كيفيه اعداد الطالب ذهنيا ومهاراتيا ما بعد مرحله التخرج. اليوم نشوف الطالب تايه، ما حد يعني ماكو واحد يدليه للطريق الصح. فلذلك دور الحكومه لازم اساسي انه يشتغلون على الطالب مرحله الثالثه الى الرابعه، يشتغل تطبيق عملي. اليوم انا كطالب وكخريج من اتخرج اجي انصدم بالواقع العملي، انه هذا الواقع العملي مو نفس اللي واقع النظر اللي درسته بالجامعات. طبعا اكو اختلاف كلش كبير، يعني اختلاف اختلاف اكيد اكو اختلاف انه من انه انت تسمع اشياء او اكو اختلاف انه انت من تجي على ارض الواقع، فراح تشوف اختلاف جدا كبير. احنا حتى نحكي اكثر بموضوعنا لهذا اليوم لابد انه احنا ناخذ اراء الشارع العراقي حول موضوع اهميه دعم الشباب لتحقيق التنميه والتطوير. اكيد تقرير اعده ان زميلنا علي الخشان راح نروح للتقرير ونشوف اراء الشارع العراقي وراح تكون لنا عوده. حياكم الله يا مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطعنا لهذا اليوم بخصوص أهمية دعم شريحة الشباب لتحقيق التنمية والتطوير، فخليكم يعني معرفة آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. بل اكو دعم للشباب يعطوهم، بس احنا شبابنا ترى مو ذاك الشباب اللي يشتغل، يعني هذا باكستاني يشتغل، العراقي تقول له اشتغل بمطعم ما يقبل، انا اشتغل بمطعم انا هو ما عنده يشتغل وين مشان، صحيح؟ اي شوف اكو دعم حقيقي للشباب هذا؟ والله شو نسمع بالاذاعات اكو قرض، اكو هاي دعم اكو صحيح. والله نلاحظ يعني وكل الناس لا دعم لاي شاب، لان الشباب كلها قاعده لا قالوا على اساس يسوون مصانع ومعامل شغلهم ولحد هاي اللحظه حتى عينات ماكو. فالشاب الشاب هو اساس البلد، باكر عقبه يخدم البلد، فكل دعم اصولي للشاب ماكو. صراحه اي دعم حقيقي ماكو للشباب، والشباب كلهم سالكين الشارع وماكو لا اي دعم ماكو. لا ماكو اي دعم، هم قاعدين خريجين هل قاعدين يعني مستواد شهادات عليا، يعني اعرفهم اصدقائي يعني خطيهم قابلين قهوه قاعدين. لا دعم اي دعم ناحيه الحكومه اي دعم ماكو استاذ، اي دعم لا والله. انا اعرف اصدقائي خريجين يعني خريجين يعني هل قاعدين بالقهوه كل شيء ماكو دعم ماكو، هل قاعده بطاله كل هالعالم قاعده بطاله استاذ. مشاهدينا الاكرام، مثل ما استمعنا لاراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع فلهنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم، تقبلوا تحياتي وهذه عوده للزملاء باستوديو مورنينج لايف. شكرا لزميلنا علي على هذا التقرير. خليني نرجع لضيفنا اليوم. بالدول المتقدمه بصوره عامه دا نشوف انه تتم بنهايه الدول وتتقدم بفضل سواعد الشباب، ليش احنا اليوم نشوف انه بمجتمعاتنا ماكو دعم لهاي الشريحه وهاي الطاقه اللي هي الطاقه الواعده اللي هي تبني المجتمع وتخلي هذا المجتمع يتقدم؟ صراحه احنا اليوم خلينا مثل ما نقول بعقليته وزرعنا شيء داخل الشاب العراقي انه اني لازم اكمل دراسه، ادخل كليه، اروح ادور تعيين حكومي، اروح اتظاهر، اروح اقعد بباب الوزارات، هذا الشيء غلط. اليوم الحكومه لازم توفر قطاع خاص، مو مجرد عبارات رنانه ومجرد عناوين وتايتل بالقنوات، لا، اليوم لازم نشوف بالواقع، نشوف اذا تسوي استقراء كميه المعامل اللي لازم يشغلونها، كميه الزراعه، الصناعه. اليوم لازم نطلع من منظور انه خلاص الشاب من يتخرج لازم تعيين حكومي، بالاضافه لذلك يعني حتى راتب التعيين الحكومي لعله حتى ما يكفيك تعيش حياه متوسطه بظل وظروف مثل ما نقول
هالظروف الصعبه وهاي متطلبات الحياه، فالحكومه لازم توفر قطاع خاص يحتوي هاي كميه المخرجات اللي جاي تطلع من الجامعات الحكوميه. على سبيل المثال حتى الدول المتقدمه، على سبيل المثال المانيا وغير دول اهتموا بالصناعه، المعاهد المهنيه، هاي امور يعني كلش ضروريه، امور حرفيه، بعيدا عن اللي نشوف هالاقبال هذا الواسع، ويعني وصلنا مرحله انه الحكومه تعجز شلون تلقى حلول وشلون تلقى مثل ما نقول اماكن توظف هاي الموظفين. وحتى اذا نشوف الاستقلال الاخير وزاره التخطيط، نشوف الانتاجيه مال الموظف ما توصل جزء 15 دقيقه، وهذا شيء يعني شيء مو طبيعي اصلا يعني. نعم، احنا نشكرك وشكرا لانضمامك لنا وانطتنا معلومات قيمه خلال هاي الدقائق القليله، شكرا جزيلا لك. اتمنى لك نهار سعيد. اكيد مشاهدينا بنهايه حلقتنا لهذا اليوم، اتمنى لكم نهار سعيد يا ربي، تقضون بصحه وعافيه وطاقه ايجابيه، وبدوري اودعكم واكيد نلتقيكم احنا يوم غد بنفس الموعد. في امان الله.